خلاص متابعينا الكرام، اهلا بيكم من محافظة الفيوم، واحنا النهاردة في منزل الطالبة صاحبة حالة الولادة في امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة. الام طبعا دهمتها الام الولادة اثناء وجودها في لجنة الامتحان للثانوية العامة، كانت في الشهر الاخير، واحنا دلوقتي مع مولودتها اللي وضعتها عقب امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة الفيوم. والزوج طبعا هنعرف منه عرف الخبر ازاي والحالة الصحية لبنتنا الطالبة. عرفنا بنفسك. بدر أحمد مربيات، مركز تربية محافظة الفيوم. أهلا وسهلا نور. أول مولودة ليكم صح؟ تمام. قولي أنت عرفت الخبر ازاي؟ والله انا كنت شغال، طلعت عادي بمارس الشغل زي كل يوم، وكنت شغال ورن عليها مدرس تبع اللجنه اللي هي فيها، وقال لي انت زوج ياسمين؟ قلت له ايوه. جالي طب هي تعبانه شويه كده وتقريبا عندها ولاده، قلت له اه. ورحت بقى مشكوره، لقيتهم ودينا بالاسعاف المستشفى وخلصوا كل حاجه، الناس محترمين كويسين يعني. هو ما كانش يعني دكتور، احنا كنا عند دكتور امبارح. يعني انتوا امبارح كنتوا كنا مع عند الدكتور، دكتور ولسه معادي الاسبوع، كان قال لنا اسبوع لسه، كان قال لنا 10/7 يعني الدكتور حدد الولادة على عشرة طبيعية، سبعة الولادة هتبقى طبيعية على عشرة مفيش سبعة مشاكل، وان هي هتبقى 10/7، سبعة فانت خليتها تروح الامتحان عادي. عادي لسه بدري على الولادة. الاسرة هنا قالوا لي ان ده الامتحان، هي كانت قاسمة السنة تمام، جزئين، آخر وده مادة كان اخر مادة بالنسبة لها هي. آخر مادة أيوة. لما قامت راحت الامتحان انت كنت معاها يعني؟ كانت تعبانة؟ كان في لا حاجة؟ كانت كويسة، ما كانش فيه ما حاجة كانش يعني، فيه اي حاجة؟ كانت كويسة عادي، وفطرنا ومشيت عادي، وأنا مشيت شغلي ودخلت اللجنة عادي ما فيش مشاكل. وبعد كده بقى اتوجعت بعد تقريبا نص ساعة من من الزحمة. وقت الامتحان في اللجنة هم بدأت تتعب، ف طبعا طبعا بقى كلموني وبلغوني، جيت سبت الشغل وجيت، جيت لهم بقى بصراحة مشكورة ان خلصوا كل حاجة. هي رغم ان هي في الشهر التاسع من الحمل خليتوها تدخل الامتحان، يعني ما كانش فيه، هي ما كانتش تعبانه يعني، ما كانش لا فيه ما حاجه كانش فيه، طوال الحمل ما كانش فيه وجع لسه ولا كانش فيه حاجة، والدكتور لسه وما عطينا مدة طلبتوش بلجنه للدكتور. خاصه مثلا بما ان هي حامل وكنتوا قلقانين ولا حاجه، ولا هي لا كانت صحتها عادي ما تمام، بت... ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي مشاكل بتروح خالص. الامتحان لوحدها وتيجي وكانت بتتعامل عادي، هي بتشوف امتحنت مصلحه مواد قبل بيتها كده؟ عادي. ايه هو امتحنت كان قبل كده؟ بيوديها الاسبوع؟ ايوه يعني قبل انجليزي كنت امتحنت حاجات تانية. ايوه هو حضر سواء الباسك ده كان انتوا قريب بيوديها قبل اصلا كده. صح؟ قريب ايوه انتوا قريب في البداية، انتوا قريب، وهي قريب ايوه واسمى الثانوية اسمها على اسمها. سنتين. ايه سميتها ايه بقى؟ نور ان شاء الله. نور. نور هي اللي قالت، هي مامتها ان شاء اللي الله قالت تبقى ولا؟ وشها حلو على طلبه ثانوي كلها السنه دي يعني، نور ان شاء الله ان شاء ترجع، الله ربنا كلهم يجعلها النور مميزين بسببها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طبعا ما سالتهاش بقى الامتحان كان صعب كان سهل، هي مش فاكره الامتحان لا ولا؟ يعني عندي نور بالدنيا يعني، اهم حاجه سلامتها وسلامه نور، وان شاء الله الطلبه كلهم هيتفعلوا خير بسببها باذن الله يعني. بس انت وديتها على اساس الدكتور قال لك ان هي لسه ايوه الميعاد. لسه ميعادها 10/7، ميعاد الولاده 10/7، لسه فاضل اسبوع من ميعاد الدكتور اللي قاله. ما كانش فيه وجع ولا فيه اي مشاكل، وتمارس الدنيا ومشيت طبيعي، الصبح عادي ما كانش ومشيت فيه. الصبح عادي وفطرت ومشيت وما فيش اي مشاكل. لما رحت كانت ولدت ولا كان لسه؟ كانت ولدت. ايوه كانت ولدت خلاص. الطفلة صحتها عاملة ايه بقى؟ كويسة الحمد لله، اتكلمنا عليها وقالوا كويسة الحمد لله، يعني الاثنين الحمد لله كويسين في الحمد لله، مشيئة مفيش الله اي الحمد مشاكل لله. الحمد لله. انت بقى خلاص كده الامتحانات خلصت بالنسبة لها، هي كده دي كانت اخر كده كانت مادة. اخر ماده. ايوه كده اخر مادة في المواد. النتيجة بقى انت كده نفسك تطلع على طول صح؟ هي كانت بتذاكر وهي حامل كده و ايوه كانت طبيعي بتذاكر وتروح وبتاع. كانت بتقدر تقعد تذاكر طبعا وت طبعا اه طبعا بتساعدها ازاي بقى في البيت؟ يعني بساعدها في انت كل حاجه، بتساعدها ازاي؟ كل انتوا حاجه زوجين بعملها ده معاها، اول مولود ليكم تقريبا صح؟ احنا شركه في كل حاجه، كل حاجه بساعدها فيها، ما في عنديش اي مشاكل يعني، احنا عايشين مع بعض بتذاكر وحامل وانت بساعدها في كل حاجه، ما فيش مشاكل عادي عادي يعني، الموضوع طبيعي. كان ممكن يقول لي ادخلي ذاكري وانا هعمل الحاجه دي يعني، اه غسيل اللبس حاجه،
تحاول تخفف انت طلباتك في وقت ال عشان حمل بقى هو وادي المذاكره عن اي حاجه يعني بخليها تخش تذاكر وانا ممكن اقضي مصلحه عادي ولو بتذاكر ما اقدرش اطلب منها حاجه لما تخلص مذاكره والكلام ده. هل هي لما جه الحمل ده كانت متضايقه ان الحمل وهيبقى مع دراسه ومع امتحانات وكان الموضوع ضغط يعني اتنين مع بعض كان الموضوع ضغط بس هي كملت الحمد لله وما فيش اي حاجه. هم قالوا لي هنا ان هي من النوع الصبور اللي بيتحمل يعني ما يعني هي اصلا كانت تعبانه بس مش بتقول لا يا راحه طويله جدا يعني ما بتشتكيش بسرعه ده السبب اللي خلاها يعني في اللجنه كده بدات تتعب وما زال كده يعني كويسه يعني وصبوره يعني. ايه تعرفت على بعض ازاي بقى؟ انتوا قرايب اخترتوها ازاي بقى؟ والله مبدئيا كل حاجه في نصيب وانا كنت نويت ان انا اخطب وكنت ماشي الجيش كنت نازل اجازه وراجع من الجيش يعني راجع اجازه الجيش وشفتها وهي طالعه بره ومش عارف ايه هي جيراننا بس انا ما كنتش اخد بالي منها قوي يعني رغم انها قريبتي. ولما نزلت بقى من الجيش وشفتها وكده كلمت ابويا عليها وتقدمنا وحصل نصيبه ومفيش مشاكل الحمد لله. ربنا يخلي لك نور كل حاجه مع بعض. ربنا يخلي لكم نور وانا شايفه ان هي بصراحه يعني قويه يعني حمل مع دراسة مع بيت الحمد لله. تقول ايه بقى لطلبة الثانوية بقى اللي بيمتحنوا؟ والله ربنا معاهم وربنا يكمل لهم على خير وربنا يوفقهم وان شاء الله دي هتبقى حاجة حلوة بالنسبة لهم هتبقى تفاؤل خير بإذن الله. حد هناك بقى يعني اصحابك كتير كتير قالوا لك ايه؟ كتير بارك لي وهناني وان شاء الله يبقى وشها حلو عليهم كلهم يعني ان شاء الله باذن الله. رساله بقى لام نور اتمنى ان انت تبقى معاها طبعا ما تبقاش هي في المدرسه طبعاً تقول لها ايه بقى؟ انا عارفه ان هي تعبانه هي انت كلمت مكانها لان هي تعبانه طبعا حالتها الصحيه تعبانه الولاده طبيعيه بس طبعا هي من قبل الولاده وهي انتوا بتاخد دم ايوه وعندها انيميا طبعا وتعبانه تقول لها ايه بقى؟ تقول لها ايه؟ والله ربنا يقومها بالسلامة وربنا يعلي ويكمل فرحتها إن شاء الله في الثانوية وربنا يوفقها ليها فيه. متابعينا الكرام زي ما احنا شفنا دي المولودة اللي اتولدت في امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم وكانت حديث السوشيال ميديا والدتها دهمتها آلام الولادة أثناء امتحان اللغة الإنجليزية وقامت بالاتصال باسعاف محافظه الفيوم اللي نقلتها المستشفى طميه المركزي وقاموا بالولاده الطبيعيه على اكمل وجه وصحه المولوده بخير. نتمنى السلامه لجميع طلبه الثانويه العامه والتوفيق ليهم وان نور فعلا تكون بشره خير لجميع الطلبه في امتحانات الثانويه العامه وربنا يجعل جميع الطلبة طبعا النور في طريقهم ويكون طبعا المولودة دي وش خير وبشرة. هي والدتها كان النهاردة آخر يوم في امتحاناتها الأم قسمت المواد على عامين والنهاردة كان آخر يوم في الامتحانات اللي هي المفروض تقوم بيها. نور طفلة اتولدت في محافظة الفيوم في يوم امتحانات الثانوية العامة. متابعينا الكرام كنا معاكم من قرية الروبيات التابعة لمركز ومدينة طمية مع زوج الطالبة الثانوية اللي طفلته اتولدت يوم امتحان اللغة الانجليزية بنقول لهم الف مبروك وبنهنيهم ونتمنى ان شاء الله باذن الله الام تحصل على درجات جيدة في الامتحان ان شاء الله بإذن الله وتكون النتيجة خير بإذن الله. متابعينا الكرام كنا معاكم من محافظة الفيوم.